سندوتشاتنا اليوم من تنوح، وتحديدا من منتزه الحيفة المعروف بجمال طبيعته مع الأجواء الحلوة، خاصة مع الضباب وقطرات المطر. ولما وصلنا نزلنا أغراضنا معنا كاملة بكل تجهيزاتها، ومن جهة تنومة لا تلومه. اليوم ما شاء الله تبارك الله برفقة الشباب توجهنا لهذا المتنزه، من الصباح أمطار وضباب، ويعني صراحة يشجع السائح أو الزائر إلى محافظة تنومة بإقامة مخيمات أو البقاء في هذا المتنزه لأيام، لأن الجو والطبيعة كما تنقلها لكم الصورة وهي أبلغ مما أقوله. المكشات لابد له تخطيط وقت كافي، واختيار المكان المناسب هو العنصر الأساسي للطلعة، حتى يستطيع كل واحد يمارس هوايته الخاصة، وتعتبر متنفس بعيد عن الروتين اليوم. كشتات تعتبر يعني فرصة ممتازة للقاء الأصحاب والأحبة، خصوصا في نهاية الأسبوع يتم التجهيز لها من قبل يوم أو يومين، بداية بتحديد الموعد، ثم بعد ذلك توزيع المهام على المجموعة، حيث يقوم كل شخص يعني أخذ ما يلزم للرحلة، سواء من أدوات أو معدات أو من تجهيز بعض ما تحتاج للطلعة، سواء من الأكلات الشعبية اللي عادة ما يتم تناولها أيضا في الكشتات. الكشتة عبارة عن مجموعة شباب أو مجموعة ناس أو عوائل يذهبون إلى مكان مخصص أو محدد للاستمتاع بالأجواء، وبحيث يقوم كل شخص من المشاركين في الكشتة بالقيام بعمل معين، كمثلا عمل القهوة والشاهي والطبخ وترتيب الأغراض. بعدها قام كل واحد من الفريق بالأعمال التي أكلت إليه، وطبعا التعاون مطلوب من الجميع في الطلعات البرية اللي تحلو بجمعة الأهل والأصدقاء. الكشتة لابد منها من وقت إلى آخر بوجود الأصدقاء والأحباب، وهي نوع من أنواع كسر الروتين اليومي الممل. وكانت ختامها مسك، فالكبسة كانت حاضرة، فهي الوجبة المحببة للجميع، بل الأساس بعد يوم حافل وجميل تخلل لقاء وحديث ودي مع الأجواء اللي كانت هي أيضا إضافة جميلة لمكشاتنا. لبرنامج من السعودية، ظافر الشهري، تنومة.